وأنا هو سؤالي ساس يا رفي لي وحاني داد استجعل داد استجعل محبة وفرحة فيري إلهي مركو إبن الله إنواع وهذا سؤال إنواع نبي قال سما داد استجعل هذا هو أقدر هذا هو أنا أقدر ودائم خلاص عارف اسكو دوبني اسكو دوبني دلال من تبع وإذا علي حاجة خلاص وحك كلمة تشي دا ولا تشي دا ولا أي أقوم ديرة دواي تشي دا ولا أي أقوم ديرة دواي تاريخ الجوشة وامر وكاس دقنا يركز وشيش كحيل كسر مرحلة أنا عدا عن شونه صدها بلوضة وهو الرئيسة له بلوضة سنة شن سنة برامجة ويسا صورة ويسا دوية يالي وآدو كلاقيا حان يا وحادة جيبود يفلو وإنو قرية حتى ان كار عن وحان سنلي ونسلينا هاي وإنو هل ميريس بين هورو ومبرل إلا رضي الله إنه إلهي ثلاث حرام إنه إلهي ثلاث حرام مركب حال هذه المبورنة يحبناها هي مسؤولين ذكر الدول شركة كسوة قال الكودان أنه هذا تحل إنان ما ملاذ قبل الله هي إرجوين ككي ما ملاذ قبل الله يقدم ياش قبل الله والرد بالشدة فرصة دين نوع كسر هذا إنان لش سجارة نظل على هامش هذا هامش كيسان صفر صدوه الله إلى سجارة وصلوا وينو دبي جاءوا تمام هاي هتوس جاءنا في شركة أي كرة تجاه كريه كمالي ده يعانسين تي لحجوج يو دي نور كليه لي يوم أرضي ما لها مجالس أصالح مجلس أصالح نور بالله لا نور كارج اختباس ككليه إنه ندهم إنا إنه هذا القدر رهم جرائك الكفايس تانا وان شاء الله إن هي دلال كنا مرحلة دخلنا الحوس ويرنا له صدى هير وي هير كفدرال ك دلال كان كونه يهيرك عالم يا جودهان دلالك أنك وضنا يهيرك إن لقى ديجان كأن جوده سبحانك وضنا يقام كافراده صلي قبها أور كده الحديث دلالك أنك وضنا دلال بدن بشرة ويس سلنيين نمت كمتشرو في دلالك وحنا كقبر إنه وعبده وقريه وعالم كي أربكسيين يهولها وضنا قد يدنا حقنا ما دنا يكسر شذا هيل شكل كمتشرو كل كي تاول وهول عاد وقرن وهنا قرن إن شاء الله وحن رجعنا إن أنت رعانو عن كار من يمكنه تفدرال هاد ديجان برشاد إن كذا شيء كإيو وحكة شراء ظروفها قار كهاد كابور ما يبيلها إيو سكول على يلا إيو عرما إن بدأ إيو وحاصل البرنامج بينه ويلا هو كنا لهذه الساعة ومتوضرة ولكتينو وحسيرة إذا قمنا خلق أرسونا إنه داوان كلا كلا تيتينا وحواتي كتيرا خلافات باتيرا وعارض الدينية أرقي قاره إن رجلو الشيخ عبد الرزاق خير الله سيئو إن رجلو يا كتير دلالك كل إنه ودكتين لكن هذا واتاب الماشي وحمر أيام يسيدة وحلو وضوء إن هذا واتان إن شاء الله سلام الدينية كما الله لكن وحنا دي شيء كليا فكر كائن للهادي وقف والله وقعان قد فلن وقف الله يبهر كي يقرر لماذا الدينة سواء قرر بوقلين وما شهر لكن من لماذا إن لو هذا الشروع وصلقي الشريع وليب أصل كها وحي قرر لماذا الدينة مويل الباب كاسوله فرية ما هين وحا يهي وضاني وقعان قد فلن سائل هذا ويتبهر فكرت وفرعت عن واحد آذ بيه فيني
geed sare iyo god hoose waan fuulayna sidaan ururka u midayn lahayn oo loo midayn halka wax lagu midaynayo iyo maxaa laga midaynaya taas waa farsamo wixii farsamada ay diido waa meesheeda laakiin wax ku xidhan oo kale ma jiraan waa message-kaas inuu gaaro aad baan u jeclaa waan jeclahay kow inagu ururkeena kuma hawlgalo oo falkiisa iyo waxqabadkiisu faraaq cidlaa inagu gacmaheena ku samaysana kuma shaqeeye ururkeenu wuxuu ku shaqeeyaa maamul deegaankeenu leeyahay dhexdiisaan ku shaqaynayna soo ma marka waaqa aad ku shaqaynayso waxa allaale wixii xikmada iyo basara ee ku sahlaya in wada shaqayn ay timaado idinkoo kala duwan oo kala socda ee ku suuro maantanba ay tusaale u tahay inaan helno fagaarahan iskama iman fagaaraha qurux badan waxaan ku yimi dagaalka iyo guryahan idinkaa dhisay laakiin in laba dal aan helo oo la ilaalinayo mayna iska iman oo wax ku yimid wada shaqayn mara wixii noocaasa insha allah waa qasab inaynu tixgelino wixii suuragal aynu ayna noqono xikmad ku shaqayne ayna ku shaqaynano waxaad jeceshahay keliya waxaad jeceshahay keliya suuragalba midda ay u dara waa 10 qodob ee shiishka la saaray waa marxaladan waxaan leeyahay oon ilaahay ka baryi inuu shirkeenan inuu guuleeyo shirkeenan inuu inugu guuleeyo oo anoo aada u ammaanaya sheekh baaruud iyo maamulkiisii si gaara ugu mahadcelinayo kana warqaba xoogaalna waa dadaalkii dheeraa ay soo galeen in natiijada la taaban karo ay muuqato kolley warbixintoodii ku sheegi doonaan si gaaran ugu mahadcelinaya haddana guddiga qabanqaabada ee sidaa qurux badan ururka u hogaaminaya waxaan ku soo gabagabaynayaa dardaaran baa inoo hadhay oo marka gabagabada ay taagayno wixii tilmaamaha ee rasmiga ah halkaasaan la beegsan insha allah waan kala qaybiyo intan waxaan uga daran lahaa sida odayaasha wan yaroo kooban aan is leeyahay inayna ka bixin xayndaabka munaasabad waqtiga aan soo koobaya kuleysta ilaahay inuu guuleeyo shirka waxaan ka rajayn ilaahay oon ka baryaynaa inuu shirkan noo shir taariikhi ah oo gala taariikhda iyo horumarka kolba jiil kolba jiil u dhiibaya shirarka laba qiimay leeyahay kow waa lagu xisaabtamaa oo waxqabadkii baa dib loo malicsadaa waa fursad lagu xisaabtamo dib loo fiiriyo lagu soo bandhiga waxqabadka midda labaad sidan oo kale nuur baa ka yimaada dad kala duwan baa ka yimaada ururku wuxuu kasbadaa araa iyo talooyin meelo badan ka imaanaya faa'iida ugu daran waxaa weeye si nabada iyo maamul ugu wareejiya awoodihi shirku faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid a araa iyo afkaar baa lagu helaa maamulkii horaa lala xisaabtamaa waxaa la isla qiraa waxqabadkii waana la bogaadiyaa waa majlis fikna ka yimaado nuurna laga helo si nabadana waxaa u wareega si nabada oo degan yaa waxaa loola kala wareegaa awoodaha awooddii guddigii dhisnaa waa si nabada ugu gudubta guddi hor leh waa loo duceeyaa waxaana loo qeexaha barnaamij cad inaha inay dhacayaan baan filayaa oo guddi qabqaabadu iyo guddoogii hore ay ku wada baraarugsan yihiin xubnaheennana inaanu aragno sidaas aan gacan siino wixii naxaliyaan aan ka ilaalino wamaa towfiiqa ilaa billaah walxamdu lilah walaa xawla walaa quwata ilaa billah.